مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز. من بعد ما حققت أغنية باريتيوب شيل البيض نجاح كتير كبير على عدة منصات موسيقية ونالت إعجاب عدد كبير من الجمهور ونسب عالية من المستمعين، شارك باريتيوب هذا المقطع من فيديو كليب بالأغنية واللي يعد تاني مقطع ينشره على الستوري كعنصر تشويق للفيديو كليب اللي راح ينزل بعد 4 أيام. عبرت كل من قمر مار ويارا مار عن استيائهم وغضبهم من الناس اللي بتنشر على انستغرام لتوليد المشاكل والكراهية بينهم ومن يدعوا علاقات حب بين أعضاء الفريق. هاي يا جماعة، شلونكم؟ طبعا بدي احكي وياكم موضوع اللي هو انه بليز لو سمحتوا اي حد بعد يغلط علينا او يغلط علي او على يارا او يشوف تصاميم حب بيني وبين اي حد من الفريق او بين يارا او اي حد من الفريق رح يجي بلوك اليوم. يا جماعة شو هاي نويا ما نويا ومقاطعات ومدري شو؟ لو سمحتوا حاج توقفوا هاي البياخة لانه كتير زادت عن حدها، صارت كتير شغلة بايخة ولا طعمة يعني، اذا بتريدوا توقفوا هالقصص. اما انور المحبوب فتم تهكير قناته على يوتيوب قبل ساعات من الان، ولكن وخلال ساعة واحدة فقط تمكن من استرجاع القناة وشارك فيديو اخر. هاي فرحتنا كبيرة وهاي فرحتنا كبيرة وهاي فرحتنا كبيرة. أما عز الخد فتمكن من تخطي حاجز 3 مليون مشترك على يوتيوب وشارك فرحته عبر ستوري انستغرام، وأبو فلة فتخطى حاجز 10 مليون مشترك وأخيرا وشارك هالستوريهات وصرح عن تحضيره لفيديو 10 مليون. فهيك ضل بس أنس وأصالة من اليوتيوبرز اللي قربوا بشكل كتير كبير من 10 مليون، فشاركوني توقعاتكم متى رح يتمكنوا من وصول لهذا الرقم. أما شاهد فأثارت الجدل بهذا الستوري اللي كتبت فيه أنها راح تخضع لفحص كورونا، حيث تساءل الناس هل هم مصابين بالمرض وأجابت عليهم بهذا الستوري. أوكي، العالم كلها فكرت أنه إحنا فينا كورونا. نحن ما فينا أي شيء الحمد لله رب العالمين، بس نحن عملنا تيست لأني نحن مفكرين نسافر لمكان، أو خلينا نقول وين راح نسافر؟ للسويد. أما مرسال فقرر يعمل تقييم لليوتيوبرز عن طريق ستوري انستغرام واللي قيم فيه نارين بيوتي وحكى عن مشكلة صارت بيناتهم من زمان. في شغلة بتخص نارين نسيت أخبركم عنها، هي شغلة قديمة وبدي أحكيها، بتمنى ما تفهموني غلط، أنا بلعب احترمها كتير للبنت وما في منها. فترة من الفترات كانت صداقتي كتير منيحة مع نارين، وبهي الفترة نارين السكات ما بتغني، فكنت دائما اقترح عليها انه ليش ما تعملي غنية، تساوي غنية وبتنجح. فصراحة بعد عدة محاولات انه اقتنعت مني كصديق عم يقلها. فهون قررنا انه هي لما تنزل على برلين اساس نلتقي ونظبط الغنية ونشتغل عليها. سبحان الله في حدا سمع بهذا الحكي وراح صار يحكي لها عني باشياء مو حقيقية. فالبنت طبيعي تصدقه يمكن لانه بتعرفه قبلي. فالتغى المشروع هون، وما بعرف بعد فترة اجت عملت لي انفولو، انا ما بعرف ليش يعني ما رحت سألتها، اخذت موقف وانا كمان شلت الفولو، بس بعدين نسيت القصة وعملت لها فولو يعني. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول.